اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. تم تصوير الممثلة يامور تاري سيفزن والتي لم تشارك في اي مشروع لفترة من الوقت امام الكاميرا في منطقة نيشانتاشي في تركيا في اليوم السابق، وردت على أسئلة الصحفيين الذين سألوها عن تصريح كارن بورسن الذي قال فيه: هناك ممثلون ذكور سامون في السوق حتى إنهم يقررون من ستكون الممثلة التي ستشاركهم في المشروع ويتدخلون في أعمال المنتجين. وقالت يامور على هذا التصريح: بالطبع لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو، هذه الأشياء خاطئة جدا. يذكر أن كرم ويامور كانت تجمعهما علاقة حب أثناء تصوير مسلسل عندما تنتظر الشمس، ولكن لم تستمر علاقتهم لفترة طويلة، ولكنهم صرحوا أنهم أصدقاء ودائما ما يذكرون بعضهم البعض بطريقة جيدة.